منتور العربية، الوقاية، الفرص، الحماية. من نحن؟ مؤسسة منتور العربية لوقاية الشباب والأطفال من المخدرات هي منظمة إقليمية غير حكومية تأسست عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركزها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت. يقود منتور العربية مجلس أمناء يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويتألف من شخصيات عربية مرموقة ومن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسة منتور العالمية وممثل عن اللجنة الشبابية ومستشارين متخصصين في عدة مجالات. لماذا تأسسنا؟ استجابة لتوصيات صادرة عن ملتقى علمي عربي ودولي انعقد في دبي عام 2004، شاركت فيه جهات حكومية وأهلية ومؤسسات تمويل عربية ودولية وممثلين للأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأهالي والمربيين والإعلاميين والأكاديميين. طالبوا جميعهم بوجوب تأسيس مؤسسة عربية تساهم في دعم وتعزيز الجهود العربية لصد تنامي انتشار ظاهرة مخيفة قاتلة لعقول وأجساد وصحة الشباب العربي والمتمثلة في تعاطي المخدرات. كما تشكل أزمات الفقر والبطالة والتسرب من التعليم والهجرة والحروب والتفكك والعنف الأسري وضعف فرص مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وانتشار العديد من الأفكار الخاطئة بين الأطفال والشباب فيما يتعلق بالتعاطي. كل تلك الأزمات وغيرها كانت مبرراً أساسياً لتأسيس مؤسسة على الصعيد العربي تركز بالدرجة الأساسية على مجالات وقاية وحماية الأطفال والشباب العربي من المخدرات. رؤية المؤسسة ورسالتها السعي إلى إقامة عالم عربي تتاح فيه الفرص للأطفال والشباب لينعموا بحياة سليمة خالية من المخدرات، هي الرؤية التي تقود فكر بناء هذه المؤسسة لتحقيق نقلة نوعية جادة في إحداث التغيير في ثقافة التعاطي وترسيخ ثقافة الوقاية لضمان حياة آمنة وصحية وسعيدة. أهدافنا: بناء قدرات ومهارات المجموعات التي تستهدفها المؤسسة، دعم أو المساهمة في إعداد السياسات الوطنية والإقليمية المتخصصة في مجالات الوقاية من المخدرات، تعزيز مشاركة الشباب في كافة مجالات الوقاية، تعزيز التعليم والوعي من خلال وسائل الإعلام، توطيد التنسيق بين الشركاء عربيا وإقليميا ودوليا، ترسيخ ثقافة التقويم والجودة، دعم الحكم الرشيد في المؤسسة، إعداد الدراسات والبحوث والمعلومات في مجالات الوقاية وتعميم نشرها. البرامج والمشاريع: برنامج الرعاية الوالدية المنزلية، برنامج الوقاية من المخاطر في مرحلة الطفولة المبكرة، مشروع معا لتدريب الأهل، مشروع فواصل للمهارات الحياتية، مشروع من شاب إلى شاب ومن فتاة إلى فتاة، الاستراتيجية العربية لوقاية النشأ من الإدمان والتعاطي، التجمع الشبابي الشهري حول شؤون الوقاية من المخدرات، تأسيس مركز الموارد والبحوث والمعلومات. منتور العربية لوقاية الأطفال والشباب من المخدرات.